دلوقتي يا جماعة المفروض ان احنا خدنا حاجتين الترم الاول اللي هو السوليد والاستاتيكس صح؟ طب احنا هنتعلم المرة دي حاجة اسمها الداينامكس. في فرق كبير جدا ما بين كلمة استاتيكس وداينامكس. ايه الفرق ما بين كلمة استاتيكس وداينامكس؟ استاتيكس حاجة ثابتة يعني لما نجمع فلوس تبقى زيرو، داينامكس حاجة بتتحرك. ها الاستاتيكس على فكرة مفيش حاجة اسمها الاستاتيكس الحاجة تبقى بزيرو، لا الاستاتيكس معناها احنا بندرس الجسم وهو في مكانه وهو ثابت في مكانه. يعني انا دلوقتي انت بتدرس الجسم وهو في حالة about to move، لكن في الداينامكس انت بتدرس الجسم وهو ايه؟ moving، في حالة الحركة او في حالة ان هو هيقف. كل دوت معناه ايه؟ داينامكس. طيب هو الداينامكس على فكرة فيها شوية رولز اخف من الاستاتيكس، يعني الرولز بتاعت الترم دوت خفيفة جدا وصغيرة جدا، بس المهم ان انت تعرف تستخدمها، المهم ان انت تعرف تستخدمها. دي تعتبر برشامة ليسون 1. احنا عندنا في الداينامكس الترم دوت 4 ليسونز. الفور ليسونز ممكن كل ليسون نعمله على 2 فيديو، التو فيديوز دولت بحيث ان احنا ناخد الموضوع براحتنا شوية او على مهلنا شوية. انا عندي عندي الريلاتيف فيلوسيتي. ايه هو الريلاتيف فيلوسيتي؟ يعني في نعم لا الافريج فيلوسيتي حاجه او الافريج سبيد، والريلاتيف حاجه. الريلاتيف يعني حاجه وذ ريسبكت تو حاجه ثانيه، الريلاتيف يعني ليها علاقه بحاجه ثانيه. طيب نعم لا ده اللي ايكوال ديستانس ان ايكوال تايمز، مش فاهم يعني ايه لا هو عاوز اقول لك على حاجه. هو هنا الريلاتيف فيلوسيتي معناها ان الاكسلريشن بزيرو، يعني في اللحظه دي بتكون الاكسلريشن او الموشن بتاعت الاكسلريشن بتاعتي بايه؟ بزيرو. انا ماشي بيونيفورم فيلوسيتي ماشي. طيب انا في عندي حاجه اسمها الفيلوسيتي فيكتور. ايه هو الفيلوسيتي فيكتور او ايه هي الفيلوسيتي في الفيكتور فورم بتاعها؟ It is the vector of magnitude. الفاليو بتاعته هو الفيلوسيتي. يعني انا لما اقول لك انا عندي حاجه اسمها الفيلوسيتي، السبيد هي الماجنيتيود. طيب ولازم يكون عندي مين؟ دايركشن. لازم في عندي حاجه اسمها الدايركشن اوف موشن. اتفقنا في دوت؟ طيب الماجنيتيود احنا قلنا ان هي مين؟ السبيد. طب هي السبيد دي او الفيلوسيتي ليها يونت اوف ميجرنج؟ اه. مش انت لما اتكلمت يا فريده كنت بتتكلمي عن حاجه ريليتد وذ تايم، ديستانس وذ ريسبكت تو تايم، يعني في علاقه ما بين الديستانس والمين والتايم. ففعلا انا عندي اليونت اللي بقيس بيها كيلومتر بير اور، يعني انا مشيت 1 كيلومتر ان 1 اور، يبقى دوت ايه؟ يونت. وايه اليونت الثانيه؟ المتر بير سكند. طيب ال 1 كيلومتر بير اور ايكوال 5 اوفر 18 متر بير سكند. طب جت منين؟ جت منين؟ عشان احول من كيلومتر لمتر اعمل ايه؟ مالتبلايد باي 1000. يبقى من كيلومتر لمتر هعمل مالتبلاي كام؟ 1000. ومن اور لسكند هتبقى مالتبلاي كام؟ مالتبلاي 60 مالتبلاي 60، يبقى اوفر تحت 60 مالتبلاي 60 يكوال كام؟ 3620 3600. لو عملت الرقمين دول ديفايدد على الكالكوليتر هتطلع لك 5 اوفر كام؟ 18. يبقى انا عندي ال 1 كيلومتر بير اور ايكوال 5 اوفر 18 متر بير ايه؟ بير سكند. يعني انا لو عاوز احول من كيلومتر بير اور لمتر بير سكند بعملها ملتبلاي كام؟ 5 اوفر 18 واخلص. عاوز انت تبقى فاهمها وتحلها مع نفسك انت حر، عاوز تحفظها انت حر. في عندي حاجه اسمها الافريج سبيد. يعني ايه الافريج سبيد؟ يعني انا رحت مثلا بيكنيك او رحت اي مشوار ورحت اخدت مثلا الكافيه بتاعي في مكان وبعد كده كملت المشوار ووصلت لغايه المكان اللي انا وصلت له وقلت لك احسب لي الافريج سبيد، تقول لي ولا تزعل. الديستنس اللي انت قطعتها بعربيتك قد ايه؟ اقول لك كذا. تقول لي التايم التوتال تايم، اقول لك اللي انا كنت سايق فيه. لا التوتال تايم من اول ما انت ابتديت التريب بتاعتك لغايه لما انت نهيت التريب بتاعتك. التوتال تايم يبقى قد ايه؟ هقول لك مثلا ساعتين، بس انا قعدت نص ساعه على الكافيه ماليش دعوه تتحسب من الساعتين. انا قعدت خدت ريست نص ساعه ماليش دعوه هتتحسب من الوقت، يبقى ده التوتال تايم. فيبقى الافريج سبيد هو التوتال ديستانس على التوتال مين؟ طيب والافريج سبيد هي الافريج مين؟ فيلوسيتي.
نيجي نتكلم بقى عن حاجتين مهمين انتوا عارفينهم من الفيزيكس. في عندي حاجة اسمها الديسبليسمنت وحاجة اسمها الديستنس. انا لو مشيت مثلا المسافة دي كده 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 ده يعتبر ايه؟ ديستنس. الشورتست ديستنس دي اسمها الديسبليسمنت. الشورتست ديستنس اللي هي اللاين سيجمنت جوينينج بتوين اني تو بوينتس دولت او الستارتنج بوينت والاندنج بوينت دي اللي اسمها مين؟ الديسبليسمنت. طيب الديسبليسمنت احنا بنديها الليتر اس وبنديها فيكتور، يعني الديسبليسمنت لازم لها دايركشن. طب مين هو الدايركشن بتاعها؟ الدايركشن اوف موشن. اتفقنا في دوت؟ في عندنا حاجة تانية اسمها البوزيشن فيكتور. ايه هو البوزيشن فيكتور؟ هو الفيكتور اللي بادئ من الاورجن لغاية اي بوينت. طيب عاوز اقول لك على حاجة، كنت المفروض الحاجة دي انتوا واخدينها قبل كده. ما تيجي نسمي البادي هنا نسميه اي لتر، عاوزين تسموه اللتر ايه؟ حاضر، اي. سميته اي. الاي دي عبارة عن مثلا اكس وواي صح؟ كم وكم؟ 3 و 4. حاضر، 3 و 4. تعرف ان الفيكتور ار، البوزيشن فيكتور ار هو هواها البوزيشن فيكتور اي هو هواها او اي فيكتور هو هواها اي ماينس او هي هياها ايكوالز 3 اي و 4 جي. كنت خدت في اولى ثانوي ان البوزيشن فيكتور اللي طالع من الاورجن لغايه هنا هو هواها نفس اسم الفيكتور اي. دي لازم تبقى لغه انت عارفها. وخدنا كمان ان انا عشان اجيب فيكتور بعمل التاني ماينس الاولاني. وخدنا كمان ان هو بيبقى ايكوالز حاجه اي، يعني انا مشيت يونت 2 3 اي وطلعت فوق ويونت 2 3 جي، فاليونتس ان دايركشن اوف اكس بنسميها اي واليونتس ان دايركشن اوف واي بنسميها جي، فانا مشيت 3 يونتس اي و4 يونتس جي عشان اوصل لدوت. ده كان معنى كلمه بوزيشن فيكتور. في عندي ريليشن بتوين الديسبليسمنت والبوزيشن فيكتور ما بين الاس والار. ايه الريليشن ما بين الاس والار؟ بيقول لك الاس ايكوال ار ماينس ار نود. لا انا مش فاهم ايه هي الار نود، لان دي اللي بتلخبط في الامتحان. الار نود ايكوالز ار ات تي ايكوال زيرو. يعني لو لاحظت في اول السيشن انا كنت واقف هنا صح تقريبا ماشي، يبقى دي البوزيشن بتاعي ار نود، المكان المكان فعلا الستارتنج بوينت. مشيت ديستنس يبقى انا كده مشيت حاجه اسمها ايه؟ لا ديسبليسمنت. يبقى انا اللي انا عملته ده الديسبليسمنت. الديسبليسمنت دوت وانا واقف هنا مش ليا بوزيشن بالنسبه للاورجن، يبقى دوت المكان. ودي اللي انا عملتها من المكان ده لغايه الاورجن يعتبر لانس صح؟ فقلنا من المكان دوت انا كنت واقف عند الاي ورحت عند البي، فالمفروض ان الاي بي فيكتور اللي هو يعتبر بي ماينس اي اللي هو الديسبليسمنت فيكتور ايكوالز وات؟ ده ماينس ده. تاني انا احنا الاول فهمنا دي صح؟ بص بالراحه كده، احنا قلنا الديسبليسمنت اس صح؟ الاس اللي هي المسافة اللي انا مشيتها من اول البوينت البوزيشن بتاعي لغاية مكان تاني اللي هو يعتبر انتوا قلتوا لي اس صح؟ اس ده اللي هو يعتبر مين هنا؟ اللي هي مين؟ موافق؟ بصوا على الجراف وقولوا لي. تمام، اي بي فيكتور. طيب يا مستر مش حضرتك قلت لنا اي بي فيكتور ايكوالز بي ماينس اي؟ اه. طب البي اللي هي مين؟ ال R والـ A. اوكي.
اتفقنا؟ والنبي اوعى ما تفهمش. اتفقنا في دي؟ اتفضلي. عيوني. هما في الحتة دي انا ما اقدرش اشرحها الا لما اكون شرحت لك دي ورجعتك لاولى ثانوي. لا انا فاهمه القانون، انا بقول ما انا عارف ان انت فاهمه، يبقى دي ما اقدرش اشرحها لما ارجعك فين؟ اولى ثانوي. وزي ما في ناس كتير ما كانتش مهتميه باولى ثانوي، مش احنا، انا بتكلم بجد، مش انتوا اللي قدامي دول، لا انتوا كنتوا مهتمين باولى ثانوي. فكان في حاجه اسمها الريليتيف فيلوسيتي. فالدرس اللي هناك كنا لما نيجي نجيب او نجيب الفيكتورز في درس الفيكتورز، لما كان يبقى عندي الفيكتور او اي او اي بي كنا بنعمل اي ماينس او، صح؟ الاي الاو اللي هو كان مين؟ خدنا الاد علي وقول لي الاورجن، والاورجن ده هو مين؟ 0 0. فيبقى حاجه ماينس 0 تفضل اصليه، صح؟ طيب هنا انا بقول ايه بقى؟ انا بقول لك انا مشيت من A ل B، يعني انا كان عندي بوزيشن A ورحت عند بوزيشن مين؟ B، A B. طب انا عشان اجيب ال A B مش بعمل B ماينس A؟ طيب ال B دوت طالع من الاورجن لغايه هنا، صح؟ ده اسمه ايه؟ اهو B كسمته R، والتاني اسمه ايه؟ R نود، فسميتها ار نود. عاوز تسميها ار 1 وار 2 انت اللي انت عاوزه، بس انت تبقى عارف ده مين وده مين وده مين. المسميات سمي زي ما انت عاوز. اتفقنا في دوت؟ يعني ممكن كتب تسميها ار 1 ماينس ار 2. طب مين هو ار 1 ومين هو ار 2؟ طب مين هي الاس؟ هي الديسبيسمنت اللي انت اتحركتها. طيب سؤال بقى مهم قوي عشان مهما يتخابس في الاسئله الخبيثه ابقى صح، مين هي ار نود؟ كلامكم صح كلكم، بس غلط في وجهه نظر انا غلط. يعني انتم ما قلتوش كلام يبقى إيه، لا كلام ها كده. مين هي ار نود؟ لا هي، لا مع ان انت بتتكلمي صح بس كفهم مش عاوزك تفهميها كده. ار نود هو الديسبيسمنت في لحظه ان التايم بكام؟ بزيرو. انت قلتي ان هي، انت قلتي هي الستارتنج بوينت بتاعتك، كلامك صح. ما في اللحظه دي التايم بايه؟ بزيرو. في اللحظه دي التايم بايه؟ بزيرو. طيب الار اللحظه دي التايم بكام؟ بتي. في تايم اتقطع في الوقت ده، اتفقنا في ده؟ يبقى دوت الفرق ما بين ار وار نود. هنا ار نود هي ار، التي ايكوال كام؟ زيرو. في عندي حاجة اسمها الريلاتيف فيلوسيتي بتاعت أولى ثانوي. في عندي حاجة اسمها الريلاتيف فيلوسيتي بتاعت مين؟ أولى ثانوي. إيه هي الريلاتيف فيلوسيتي؟ هي الفيلوسيتي أوف ذا بودي بي ويز ريسبكت تو إيه؟ فريدة أبوس إيدك. أنا عارف إن أنت فاهم، هسألك سؤال واحد في الحتة دي. يعني إيه في بي إيه؟ بي ويز ريسبكت تو مين؟ طيب سؤال، يبقى مين الـ مين الاوبزرفر هنا؟ ده رايك. ها قولي، عاوزه تغيري غيري، بس انت اللي هتغيريه هنتكلم فيه. ايه بي اوبزرفر؟ الاوبزرفر اللي هو الشخص اللي بيلاحظ، اللي هو بيقيس، اللي هو بيقيس الفيلوسيتي في اللحظه دي. خلي بالك، هو احنا هنقيس دلوقتي الموشن وهي ايه؟ واقفه ولا وهي بتتحرك؟ بتتحرك. فالحركه دي يبقى في واحد بيقيسها. يعني ايه؟ يعني انا راكب العربيه ومبطلها واقف على جنب، وواحد جنب راكب موتوسيكل واتحرك جنبي، ده ليه سرعه. طب لو انا سايق العربيه او انا سايق العربيه ولقيت برضو نفس الموتوسيكل بنفس السرعه بيتحرك جنبي، انا هبقى حاسس ان هو بيتحرك معايا بجنب، بيتحرك بسرعه نفس السرعه اللي كانت الاولانيه، ما انا حاسس ان هو ايه؟ سريع. ابطا عشان هو اتحرك، عشان انا ماشي كده، صح؟ وهو جه جنبي، فانا ماشي بسرعه 20 على مهلي وهو جاي بسرعه 50، انا هشوفه ماشي بسرعه كام؟ 30. انت فاهم قصدي؟ انا هشوفه جاي كده بسرعه كام؟ 30. طيب
يبقى في عندي حد اسمه الاوبزرفر وانا قاعد كده، ممكن وانا ماشي ابقى اقيس، وممكن وانا قاعد وراكن في جنب اقيس. يعني الرادار، عارفين الرادار اللي على الطريق؟ ساعات في رادار متحرك، يعني ممكن عربية محطوط على ظهرها الرادار وماشية وكده، وتشوف العربية اللي جاية دي جاية بسرعة ايه. طب هو بيحسب ازاي؟ طب ما انا ممكن اكون جاي بسرعة 100 وهو ماشي بسرعة، وهو ماشي بسرعة مثلا 80، هيشوفني بسرعة كام؟ بس لما يجي يحسبها يقول انت كانت سرعتك كام؟ 100. انت فاهمين قصدي؟ طب لو هو واقف يبقى هيشوفك من 100. انت فاهمين قصدي يا جماعه؟ يبقى في عندنا حد اسمه الاوبزرفر. خلينا سيبنا من المسائل وخلينا في واحد اسمه مين؟ الاوبزرفر هنا مين؟ طيب the velocity of v with respect to a، يبقى مين الاوبزرفر؟ ال a. يبقى مين هنا الاوبزرفر؟ ال a. يعني في بي اي هي الفيلوستي، افهمها كده، الفيلوستي اوف في ويز ريسبكت تو اي. يبقى الريلاتيف فيلوستي اوف ذا بودي بي ويز ريسبكت تو مين؟ اي. يبقى الاوبزرفر هو مين؟ اي. انا يهمني موضوع الاوبزرفر، يعني ايه دوت يعتبر مين؟ حد معترض على دي؟ اتفقنا؟ طيب ولما بنقول في بي اي يبقى في بي ماينس في اي. خلي بالك في فرق ما بين الفيكتور اي بي، بعمل بي ماينس اي. ممكن اقول لكم على حاجه بس عشان بس الناس الشاطره، انا قلت بي ماينس اي صح؟ وحاطط فوقيه علامه فيكتور صح يا هايدي؟ طيب البي فيكتور ده يعتبر مين؟ او بي. الفيكتور بي اسمه ايه؟ او بي اللي هو ار. انا سمعتك انت بتقولي ار، انت كلامك صح. يبقى الفيكتور بي بس. طب هل الفيكتور بي هنا ماله؟ هو البوزيشن، يعني ارقامه هتبقى الارقام اللي هنا ما بتتغيرش، لان هو انا بقيس من مين؟ من الاوريجن. يعني لو انت كتبت او بي هو مين؟ بي. عشان بس نبقى فاهمين، مفيش فيها مشكله. فهمنا في ده يا جماعه؟ انا كده خلاص اعتبر خلصت. يبقى احنا عرفنا مين هو الاوبزرفر. دلوقتي انا عاوز اقول لكم على نصيحه واحده بس. عارفين اهم حاجه في المسائل هو ايه؟ خالص. لا 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 خالص، في الداينامكس الاوبزرفر وحاجه تانية الدايركشن اوف موشن. مين هو اهم حاجه؟ الدايركشن اوف ايه؟ موشن. اتفقنا؟ يلا نحل المسائل. دلوقتي هناخد اكزامبل بسيط. بيقول لك ايه؟ ا بودي موف ساتش ذات ذا بوزيشن اوف ذا فيكتور ار. انا ممكن ارسمها لك بس انا مش عاوز ارسم، انا مش عاوز ارسم، وبص ايدك هنا ما ترسمش. بوزيشن اوف ذا فيكتور ار، وقام اداني الار صح، وقام قايل لي فايند ذا ديسبيسمنت صح. طب ممكن اسال سؤال، مين هي الديسبيسمنت؟ الرول بتاعها؟ احنا ما بنفهمش. ماشي. يعني equals الار اللي انا وصلت لها ماينس ار نود. حد معترض على الرول دي؟ ولا انا. طيب كل حاجه اقول لها حاجتها، بس انا دي مساله بتتكلمني دلوقتي في دوت، فقلت يبقى ار ماينس مين؟ ار نود. مين هي ار نود؟ لما يكون التايم بتاعه بزيرو صح. يبقى هقول له هنا هوت ار نود ايكوالز ار، بص ات تي ايكوال كام؟ دي طريقه كتابه في المعرفه. شفت الات كتبت ازاي؟ ات تي ايكوال زيرو ايكوالز، انا كاتب فيكتور اهو، ايكوالز وات؟ 2 بلس 0 اي بلس 3 تايم 0. معايا يا حبيبي؟ ماينس 2 جي. انا غلطان؟ يبقى الار نود ايكوالز وات؟ 2 اي بلس نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 2 جي. كلامك صح، بلس نيجاتيف 2 جي. يبقى ده مين؟ الار نود. طب مين هي بقى الديسبيسمنت اس؟ مش احنا قلنا ار ماينس ده؟ يبقى هنقول له يبقى اس
equals r minus r naught. مين هي الار اللي هنا من ورايا؟ 2 plus t i plus 3t minus 2 j. صح كده؟ وهنا 2i minus 2j. انا غلطان؟ هعمل الاي ماينس الاي والجي ماينس الجي. مش انا عندي حاجه فيها اي وحاجه فيها اي وحاجه فيها جي وحاجه فيها جي وما بينهم ماينس، فهيبقى الاي ماينس الاي والجي ماينس الجي. فتو ماينس تو هتطير مع بعض يتفضل لي مين؟ تي اي. وهنا بلس فين التاني؟ 2 ماينس ماينس 2 يعني 2 بلس 2 هتطير معاها يتفضل لي مين؟ 3 تي جي. يبقى ده مين؟ الديسبليسمنت. يبقى الديسبليسمنت عباره عن مين؟ تي اي بلس 3 تي اي جي. نعم حاضر. انا فاكر الالجبرا لما كنت بعمل اكسات والاكس بلس الاكس والواي بلس الواي والارقام بلس الارقام، انت فاهمه بس قصدي؟ فده اللي انا عملته. انت مش فاهمه اول حته خالص صح؟ طيب هو عاوز ايه اللي هي مين؟ اس. طب وانا عشان اجيب اس بعمل ار ماينس ار نوت. عندك ار يا اي؟ لا الحمد لله اهي. عندك ار نوت يا اي؟ لا. طب هنروح نجيبها. مين هي ار نوت؟ هي الار ات تي ايكوال 0 وين التايم ايكوال 0. هي اللي بتتكلم احسن مني مش ات تي، وين التايم ايكوال 0 فعلا. فراح احط هنا التايم بكام يتفضل لي مين؟ اي. واحط هنا التايم ب 0 يتفضل لي نيجاتيف 2 جي. سيبك من الهبل اللي انا كاتبه ده. يبقى ده ار نود. طب انا عاوز الاس فيكتور، يبقى عبارة عن جزء الار اللي انت قلتي لي عليه ماينس الار نوت. الار عرفها فشلت منها التو وده شلت منه النيجاتيف تو، فاهمة؟ فاتفضلت لي دي صعبة. طيب عاوز ايه بعد كده؟ The norm of the displacement at t equal كام؟ 4. Where is the displacement؟ اهي الخضرة دي اهي. طب الديسبليسمنت ات وات؟ هحط التايم بفور واطلع الديسبليسمنت صح؟ يبقى الديسبليسمنت ات تي ايكوال كام؟ 4 ايكوالز 4i بلس 3 تايمز 4 بكام؟ 12j. صعبه؟ اتفقنا في دي؟ طيب رجع بعد كده قال لي ايه؟ احنا لسه ما جبناش النور. طب انا بجيب النور من ازاي؟ فاكرين كنا بنجيب بتقول لي هاي. يبقى فعلا النور بتاع الديسبليسمنت ايكوالز سكوير روت الرقم الاولاني بتاع الاي باور اوف 2 بلس رقم الجي باور اوف كام؟ 2. شوفوها عندك ايكوالز كام؟ شوفوها عندك فكرة. فور روت 10 طلعت بكام؟ 4 روت 10. اتفقنا؟ طيب بعديها هو قايل ان متر ولا ان ايه ولا مش قايل؟ شوفيها كده عندك فيها فريم ايه؟ 2b. ايوه هنا فور وتن. هو مش مكان يعني، هو هنا مش بيدينا اي لانث خلاص، فهنكتبها يونت لانث لان هو مش مديني لانث، لان النور يعني الفيكتور دوت اكتبه اي وجي، لكن ده ايه؟ ماجنتيود، فلازم اعرف ان هو ايه اليونت بتاعته. فانا لقيت ان هو مش مديني هنا اي حاجه او مش قايل لي جيفن
ان انسنت متر ان كيلومتر ان مش عارف ايه ما قاليش وان متر ما قاليش فانا كتبتها يونت لانس خلاص